نار برق العز والهجوس بالجزل تزايد والفخر به للفخر حق وواجبنا غرابه ونعم والله بالفهد غنت على شان الفرايد اللي جزل في مديحة تعتلي عز ومهابة صديق اللي يشد الظهر في وقت الشدايد شيخ عز شيخ طالب شيخ علم ينحكمه شيخ عز شيخ طالب شيخ علم ينحكمه رجال بالفزعات يسوى له بداية كل علم الطيب كل فعله وفي الله حاز قالت نعم بعلم من مجملت وكاية الفخر والعز والناموس كله في جنابه الكرم الخير والجزرات له فلا عوايد نعم والله في فهد حسن سبيله للنجابة نعم والله في فهد حسن سبيله للنجابة حسن فهد يكن للمراجل مثل قايد وانا ما حلت عزوم صامل وذب الذيابة وقت رقت فخر وقالها عز وشهايد عن خوي اللي حوال الجود كله في رحابة الفهد غير بحضور يوم والنقا في قايد اي راس فلزم حضر وما يعلن غيابه اي راس فلزم حضر وما يعلن غيابه الفخر يطغى حضوره كيف توفي هالقصايد هم تم العز ترقع عنقتها مسحابة غني والعز باني غني والمجد سايد وانا نايف ابن مبارك كان ماشد بجنابة عسى التوفيق فانا طيلة سنين مدايد وانا ما وجه يجعل الخير له ينفك بابه وانا ما وجه يجعل الخير له ينفك بابه والهجوس بالجزل تزايد والفخر به للفخر حق وواجبنا غرابه ونعم الله بالفهد غنت على شان الفرايد اللي جزل في مديحة تعتلي عز ومهابه الصديق اللي يشد الظهر في وقت الشدايد شيخ عز شيخ طالب شيخ علم ينحكمه شيخ عز شيخ طالب شيخ علم ينحكمه رجال بالفزعات يسوى له بداية كل علم الطيب كل فعله وفي الله حاز قالت نعم بعلم من مجملت وكايد الفخر والعز والناموس كله في جنابه الكرم الخير والجزرات له فل وعوايد نعم والله في فهد حسن سبيله للنجابة نعم والله في فهد حسن سبيله للنجابة حسن فهد يكن للمراجل مثل قايد وانا ما حلت عزوم صامل وذب الذيابة وقت رقت فخر وقالها عز وشهايد عن خوي اللي حوال الجود كله في رحابة الفهد غير بحضور يوم والنقا في قايد اي راس فلازم حضر وما يعلن غيابه اي راس فلازم حضر وما يعلن غيابه الفخر يطغى حضوره كيف توفي هالقصايد هم تم العز ترقع عنقتها مسحابه غني والعز باني مزيني والمجد سايد وانا نايف ابن مبارك كان ماشد بجنابه وعسى التوفيق فلا طيلة سنين مدايد وانا ما وجه يجعل الخير له ينفك بابه وانا ما وجه يجعل الخير له ينفك بابه.